هذا يسأل عن التبرك بالأشخاص، العلماء أو الأئمة، ما يجوز التبرك بالأشخاص إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. الرسول في حياته يتبرك به صلى الله عليه وسلم وبمن فصل من جسده الشريف من عرقه أو ريقه أو ثيابه، أما غيره فلا يتبرك بأحد. أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وما كان الناس يتبركون به، ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالصحابة، ما يتبرك بشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وما عداه لا يتبرك بأي شخص. نعم.